يقول سبحانه: وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله جل وعلا أرحم بك من كل أحد، كل من قلبه يتقطع إليك، أمك، والدك، كل قلب يتقطع إليك الله سبحانه وتعالى أرحم بك منهم جميعا. هذا بحد ذاته من دوافع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حين نقبل عليهم القيامة.